الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نرحب بكم في هذه الانطلاقات ومنافسات هذا الصباح وتحديات سن الكبار وانطلاقات أشواط سن الثنايا والحيل والزمول في هذا السباق المحلي الرابع. أشواطنا في هذا الصباح والمخصصة لأشواط الإنتاج على بركة الله أعلنت انطلاقة رابع الأشواط، شوط خاص بالقعدان الثنايا ضمن أشواط الإنتاج. على بركة الله نسير مع هذه التحديات ومنافسات ميدان الشحانية كما تشاهدونها وتتابعونها عبر هذا النقل الحي والمباشر عبر قناة الريان. نسير إلى مقدمة الشوط، نتابع الصدارة والمركز الأول مبلش هنا على مقدمة الشوط لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود آل جابر مع مقدمة الشوط مع الانطلاق الأول والتحديات الأولى. شعارك يا بن مسعود هنا من يتواجد على مقدمة الشوط مع انطلاقة مبلش، بينما أتابع المركز الثاني والقادم في هذه اللحظات راهي راشد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي المتواجد مع المركز الثاني. المركز الثالث والقادم في هذه اللحظات السبع القادم مع المركز الثاني يغير هنا ينطلق يتواجد بشعار سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري يتقدم مع المركز الثاني. المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات من الأسد مع المركز الرابع بشعر سالم بن محمد بن سعيد بن صباح العفاري القادم مع المركز الرابع. والمركز الخامس وتابع الوصول من الشارد يصل بشعار بن نايفة عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري المتواجد مع المركز الخامس. هذه الأسماء الخمس الأولى مشاهدين الكرام المتواجدة على صدارة هذا الشوط. نتابع هذه المنافسات وانطلاقة سن الكبار ضمن أيضا هذه الأشواط الخاصة بالإنتاج. مسافتنا هي 6 كيلومترات. نتابع هذه التحديات هنا على هذا الميدان، ميدان التحدي. أعود إلى مقدمة الشوط أتابع شعار بن مسعود من يقدم لنا مبلش على المركز الأول. سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود على مقدمة الشوط، ولكن من الجانب الآخر هناك شعار بن دلهم الحاضر مع المركز الثاني. السبع القادم في هذه اللحظات من يغير إلى مقدمة الشوط؟ سالم بن سعيد بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري غير بن دلهم على مقدمة الشوط. الله الله الله، السبع يغير في هذه اللحظات، بينما أتابع المركز الثالث والوصول من عز قادم يصل في ثالث المراكز في هذا النداء. جابر بن سالم بن جبران يتقدم عز مع المركز الثالث قادم من الصفوف الخلفية. هنا شعار النجوم الحاضر مع هذه الانطلاقة والمتواجد مع عز. المركز الرابع وتابع الأسهد سالم بن محمد بن سعيد العفاري مع المركز الرابع. المركز الخامس يصل جويزيان طالب بن سعد بن محمد بن شفيع القادم مع هذه اللحظات المنضم مع هذه الأسماء المتقدمة. الله يا الأسماء، الله يا التحديات والشعارات الحاضرة في هذه الأشواط، أشواط الإنتاج والمنتجين. نعود مع مبلش على مقدمة الشوط بشعار بن مسعود، ولكن شوف التجاوز من عز من غير في هذه اللحظات. جابر بن سالم بن جابر بن جبران يغير على مقدمة الشوط، يحضر كعوايد شعار النجوم في كل الأسنان في كل التحديات يقدم لنا هذا الشعار. كل أيضا هذه التحديات وأسماء مميزة بشعار بن جبران تحضر
دائما في هذه المنافسات، بينما أتابع مبلش مع المركز الثاني سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود، المركز الثالث أتابع شعار بن دلهم سالم بن سعيد بن دلهم يقدم لنا السبع، المركز الرابع أتابع القادم في هذه اللحظات يصل الأسهد سالم بن محمد بن سعيد العفاري قادم مع المركز الرابع، وهناك جويزيان طالب بن سعد بن محمد بن شفيع يتقدم مع المركز الخامس. الله الله يا الأسماء، الله يا الأسماء، وهذا الحضور الممتاز. أتابع شعارات قادمة ما خلف المراكز المتقدمة، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، 2 كيلو ما تبقى عن خط النهاية والأمور هناك على الصدارة مع عز على مقدمة الشوط. بن جبران يتقدم يقود هذه التحديات، جابر بن سالم بن جبران مع المركز الأول، المركز الثاني مبلش بن مسعود، ولكن شوف القادم جويزيان بدأ بالتحرك، القادم مع المركز الثالث هنا أتابع شعار طالب بن سعد بن محمد بن شفيع القادم مع المركز الثالث. الله يا الأسماء، المركز الرابع هنا شعار بن دلهم القادم مع المركز الرابع، والمركز الخامس هناك القدوم من الأسهد سالم بن محمد بن سعيد العفاري، وهناك الأسماء القادمة مشاهدين الكرام. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، بدأنا بالاقتراب وبن جبران هناك على الصدارة يقدم لنا عز مع لافتة 1200. الله عز على مقدمة الشوط، ولكن شوف التحرك، شوف الأسماء القادمة، بدأ الهجوم. هناك جويزيان مع المركز الثاني بشعار بن شفيع، وهنا أتابع شعار بن مسعود مع مبلش. الله تحرك بن دلهم قادم مع المركز الرابع، والوصول في هذه اللحظات من جهجاه فرج بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار قادم مع المركز الخامس، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط، عز على مقدمة الشوط. الله يا شعار النجوم، من يقدم لنا عز على الصدارة؟ بن جبران يقدم لنا عز في منافسات الكبار، يحضر في هذا الشوط في أشواط الإنتاج، يقدم لنا عز على الصدارة. جابر بن سالم بن جبران مع المركز الأول، الله، وسلالة معزز بن جبران، سلالة معزز مع عز يا بن جبران، يغادر الجميع، ينطلق بناموس هذا الشوط. سلام هذا الأداء، ولكن جويزيان مع المركز الثاني هنا القادم مع المركز الثالث شعار بن حفار يقدم لنا جهجة، ولكن غادر عز هنا بشعار بن جبران يقدم هذا الأداء الممتاز. تهانينا والناموس لبن جبران، وإلى شعار النجوم يقدم لنا هذا النجم عز مع الناموس. تهانينا والناموس لجابر بن سالم بن جابر بن جبران المركز الثاني. كان الوصول مشاهدين الكرام من جويزيان طالب بن سعد بن محمد بن شفيع المركز الثالث، وصل جهجاه لفرج بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار، والمركز الرابع كان الوصول من سياف سويدان بن سعيد بن خلفان بن حضيري من اكتبي، والمركز الخامس وصل مبلش سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود للتوقيت الزمني ولحظة وصول عز، 9:41، 95 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجابر بن سالم بن جابر بن جبران المركز الثاني، من تجويزيان ب9:43، 14 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لطالب بن سعد بن محمد بن شفيع المركز الثالث.
كان الوصول مشاهدينا الكرام من جهجاه توقيت الزمني 9 دقائق 43 ثانية 84 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لفرج بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار، تهانينا والناموس للجميع. أشواطنا مستمرة مشاهدينا الكرام، شوطنا الخامس وبصوت زميلي عبد العزيز بن سالم العطوي.